لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر معاكس معاهم في منزل العمل، ومطلوب من مواليد برج الثور ان هم يراجعوا اهدافهم بصدق، ويكونوا اكثر واقعية في تحديد اهدافهم، ويكونوا متماسكين اذا قابلتهم اي عقبات، خصوصا كمان ان هم ممكن يكون عندهم مشاعر تشوش وحيرة في اتخاذ قرار. فاقول لهم حاولوا تحددوا اولوياتكم عشان ما تحتاروش كتير.